سيري كرة اليد والمنتخب الجزائري، مقابلة دولية ودية على درب الأعداد والاستعداد لبطولة العالم في كرة اليد اللي بتنطلق إن شاء الله يوم 12 جانفي من خلال مباريات الجولة الأولى. المنتخب الوطني التونسي اللي موجود في مجموعة مالمو في السويد ومتواجد، ومباراة الأولى بيجتمعوا بالمنتخب البحريني يوم 13 جانفي 6 متاع العشية، ثم يوم 15 جانفي باش تكون مواجهة للمنتخب البلجيكي في 6 أيضا، ثم المقابلة الأخيرة في الدور الأول باش تكون في مواجهة لمنتخب الدنماركي 8:30 متاع الليل إن شاء الله يوم 17 جانفي. بالتالي اختيارات متاع المدرب الوطني باتريك كازال ومساعده وسام حمام، دورة دولية ودية صارت في بولونيا ومشاركة طيبة جدا للمنتخب التونسي وحصول على لقب الدورة، ثم زوز مقابلات ودية أمام المنتخب الجزائري في قاعة مزالي اليوم ويوم الجمعة القادم في 5 متاع العشية. الشوط الأول انتهى بالتعادل 14-14، وشوط أول كان حله معايا إبراهيم لاغا اللاعب الدولي السابق واللي لعب في أكثر من فريق ودرب في المنتخب الغيني اللي كان قريب برشا من التأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه وبطولة العالم، لكن هزيمة من المنتخب الجزائري بنقطة فارق بعد أوقات إضافية خلته ما يترشحش لبطولة العالم. إبراهيم مرحبا بك مجددا. مرحبا بك أخويا ذاكر، مرحبا بالمشاهدين. حكينا على الشوط الأول 14-14، الشوط الثاني توا في الأوف قلت لي المنتخب يلزمه يفوز بالمباراة هذه باش يخلي لماج دومارك اللي وراه في البطولة في دورة بولونيا الأخيرة، وهذا مهم جدا للمعنويات. بالطبيعة مهم، المعنويات عندها قيمة كبيرة أنك معناتها تنتصر في دورة الأمم الأربعة وتعطي معناتها صورة طيبة، صورة ممتازة لكرة اليد التونسية. اليوم ضد المنتخب الجزائري ما نقلوش من قيمة المنتخب الجزائري، لكن المنتخب الوطني التونسي يلزمه يحافظ على المعنويات المرتفعة، وإن شاء الله تكون إن شاء الله نشوفوا رياكسيون معناتها في الشوط الثاني، وإن شاء الله تكون معناتها الشوط الثاني خير من الشوط الأول، خاصة من ناحية التركيز والانتباه بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في أول عملية للمنتخب الجزائري. نوري عبدي حاول يتعدى أو أيوب عبدي حاول يتعدى وتدخل دفاع المنتخب الوطني التونسي باش ترجع الكرة لفيت المنتخب الجزائري نوري بن حليمة، ثم في تنسيق اللاعب زهير نعيم ونسخ اللاعب المنتخب الجزائري، كرة توصل للجناح وتدخل الدفاع وترجع مجددا 9 أمتار لفيت المنتخب الجزائري. شوفوا التغييرات على مستوى المرمى، سيل النملي توا يدخل الحراس المرمى، وأول أهداف المنتخب الجزائري في الشوط الثاني زهير نعيم تسديد ويتمكن بشغالة أيوب أصيل النملي عفوا، والكرة تمشي المنتخب التونسي يكمل يسدد ممتاز حازم باشا، هذا يحب يدخل في المباراة حازم باشا، ياخذ انيسياتيف ياخذ ثقة في روحه وتدخل في المرور بقوة لفئة المنتخب التونسي. بالفعل المرور بقوة حازم باشا يخرج كرة تطلع للرميكي وسام رميكي اللي رناه لعب تقريبا اغلب الشوط الاول في الدفاع ويغير بين الدفاع والهجوم لانه يدخل محمد امين درمول من الناحيه الهجوميه. السباعي الاساسي في المنتخب التونسي ابراهيم في حراسه المرمى اصيل النملي من البدايه، التغيير صار في الجناح الايمن في المنتخب لانه طارق جلوس تخلق جناح نور الدين ماوى كظهير ايمن في المنتخب التونسي، التنسيق يواصل درمول اللي هو الخيار الاول للمدرب باتريك كازال، ثم باشا باش يسدد وينجح الهدف الثاني على التوالي. حازم باشا مساواعد اللي يحسنوا التسجيل برا من 9 امتار. حازم باشا عنده امكانيات نجم نقولوا رهيبه، عنده فورس دو فراب، عنده ينجم يلعب دفاع وهجوم، من السواعد زاد الهامه اللي يعول عليها المدرب باتريك كازال. ولهنا عامل مفاجاه مهم جدا انه غضبان كان صدالك في الشوط الاول نحالك برشا كرات، دخل لاعب اللي ما يعرفوش برشا وبالتالي حاول انه يعمل الفارق ممتاز اصيل النملي وتدخله وفما 9 امتار يدخل في المباراه. اصيل اللي كان ام في بي كان مميز جدا في دوره بولونيا الاخيره، توصل الكره لفئه المنتخب الجزائري تسديد وخارج المرمى والحكم يقول 7 امتار. اكيد اصيل النملي ثنائي تحكيم الزغلامي من داحو ثنائي تحكيم التونسي في المباراه ورميت 7 امتار تفضل. اكيد اصيل النملي قيمه ثابته اليوم رغم صغر سنه، اصيل النملي نجم يكون معناتها من الحارس الاول اللي عمل عليه باتريك كازال،
الى جانب الى جانب الحرباوي، الى جانب القائد. حراسة المرمى ان شاء الله ما عندناش حتى اشكالية فيها، وحراسة المرمى على مدى معناتها سنين ما عمرها ما كانت عندنا فيها اشكالية. يبقى لهنا البحث على المستوى اللي يمكن العالمي، معناها لانه صحيح انا افريقيا متوسطيا عربيا مميزين، لكن في المستوى العالمي الحارس اللي قادر يرجع الكرات قدام منتخبات عملاقه كما المنتخب الدنماركي باش يلعب ضده وغيره من المنتخبات. كره فاتت المنتخب التونسي تسدد ويرجعها، التصدي من خليفه غبان، الهجوم المعاكس لفات المنتخب الجزائري هشام داوود ما لقاش يكون معاه وباش يرجع الهجوم الملصق المنتخب الجزائري. ثالث كرة تكمل على باشا، لكن باشا ما غيرش، سدد في نفس الزاوية، وبالتالي خليفة الغضبان لهنا تبع الكرة وتمكن من التصدي. اليوم كل لاعب في المنتخب الوطني التونسي لازم يعرف اللي فما معناتها فيزيوناج باش يصير على كل لاعب، باش يتبعوا معناتها باش يتفرجوا على مباريات المنتخب الوطني التونسي. كل لاعب لازم يكون قادر انه يغير التسديدات بتاعه في نفس المباراة ولا من مباراة إلى أخرى. إن شاء الله حازم باشا يكون متفطن للنقطة هذه، وإن شاء الله في التسديدات الجاية يكون متوفق إن شاء الله. إقصاء لمدة دقيقتين يبدو لي لمدافع المنتخب الوطني التونسي، طبعا شكون اللاعب اللي تم إقصاؤه لمدة دقيقتين؟ نور الدين ماوى هو اللي تم إقصاؤه لمدة دقيقتين، ويرجع أنور بن عبد الله في تركيبة المنتخب. لاباس باش يرجع، لاباس باش يواصل المباراة. قلت لك اكيد انه عندنا من خيره اطار الطبي انور بن عبد الله، معناتها اليوم تداركناه في نفس المباراه، حاجه باهيه ان شاء الله يكمل على نفس المردود اللي بدا به. ولا لكن تصدي ممتاز، تصدي من تبع الحركه نتاع اللاعب، وقت اللاعب مشى للقائمه. نشوف العمليه ونرجع بها شويه مع سمير العجيمي، عمليه التسديد في القائمه الثانيه. خليفه الغضبان قاعد يتبع في الحركه نتاع اللاعب، المفروض 7 تصديات من عمل الفارق حتى في البرسنتاج في الاحصائيات عالي جدا. كره لبن عبد الله يمشي في واحد ضد واحد، يخير انه يلعب مع نور الدين ماوي مع درمول ويسدد وينجح المره هذه. القوه جابت، لانه مره الكره اللي فاتت معناها ما كانش يتعامل معاها بجديه اللازمه، يمكن حاول انه يحط الكره في القائمه الثانيه فقط، لكن المره هذه بالقوه اللازمه. وشوفوا حتى الجريماس نتاع وجهه والحركه اللي عملها جاد جاب الله، انه كان ما كانش فرحان برشا بالكره الاولى اللي ضيعها. ولنا حوار لعب الدائره والحارس، حوار كبير برشا ابراهيم. بالطبيعه شكون ياخذ لاسوندون على صاحبه في المباراه، لانه يعني اكثر بورسنتاج دو ريوسيت احنا عندنا في كره اليد هو بيكون على مستوى لاعب الدائرة. لاعب الدائرة عنده حظوظ أكبر أنه يمركي. هذاك علاش نشوفوا ردة الفعل بتاع جهاد جاب الله أنه ضيع كورة معناتها ضد حارس المرمى. نشوفوا كيف احنا أصيل النملي اليوم يتفضل. هو الفارق تو إبراهيم، أنه يدخل حارس يعمل لك زوز تصديات ويرجع لك كرة لأحسن هداف المنتخب الجزائري اللي سجل معناها بنسبة نجاح 100%، رضا غريب. بالتالي هو اللي هنا، أو هشام داوود في الكرة الأخيرة. بالتالي هاك تفهم أنه لاعب يتخلل في المباراة وحارس مرمى يدخلك في المباراة ويخليك في اللقاء 17-17، والامتلاك عندك أنت الآن مع جهاد جاب الله. يحاول يغلق الزاوية شوية لكن يسدد مع هذا، الحكم يرجع يقول فما ماشي بالكرة قبل، وبالتالي ترجع 9 أمتار لفايت المنتخب الوطني التونسي. حراسة المرمى تكاد تكون أهم مركز في كرة اليد. حارس مرمى ديما يخليك تلعب مرتاح، عندك حظوظ أكثر أنك تدارك أنك تتفوق المباراة. أكيد أصيل النملي مردود كبير، إن شاء الله يكمل بالطريقة هذه. هذا التسديد كان غير الزاوية، كان غير الزاوية حازم باشا. هذه حاجة معناتها باهية أنه في نفس المباراة تفطن، انه كانت تصدى له على لا هو الحارس ما كانش ينتظر انه سدد له في تقريبا في مستوى الاكتاف نتاعه، ما كان يتصور كره في القفة الارضيه بتكون في القائمه الثانيه. بالتالي حتى الحركه نتاع خليفه الغضبان ما خلطتش بالرفليكس نتاعه، ما خلطش باش ياخذ الكره، وهذا مميز جدا بالنسبه لحازم باشا اللي قاعد يطور في الاداء نتاعه خاصه في الفنيات نتاعه، لانه الماده الخام موجوده. مع سرعه التسديده زاد الحازم باشا انه ما خلاش انه يدارك معناتها جيست تكنيك نتاعه كحارس مرمى. الكرة اللي فاتت المنتخب الجزائري محاولة المرور التسديد من بعيد وترجع من الصد
والالتقاط لفئة المنتخب الجزائري، توصل لعب الدائرة ومن حسن حظ أنه تضيع على إضاعة الكرة وترجع الكرة لفئة المنتخب التونسي. أسامة رميكي، أسامة رميكي باش يمشي بالكرة في الواحد ضد واحد، أسامة رميكي يحاول باش يتعدى، أسامة رميكي باش يحاول يسدد ويمرر الكرة، والالتقاط ممتازة العملية رغم أنه التمريرة كانت بصراحة معناها ليميت ليميت، لكن بن عبد الله قدامكم تمكن باش ياخذ الكرة. هو العملية محاولة المرور مرر الكرة والالتقاط والتسديد، وينجح المنتخب التونسي في سجل هدف 19 17، لكن يرجع المنتخب الجزائري ويسجل هدف 18. ظاهر برشا انه الناخب المدرب باتريك كازال يعول على أسامة رميكي انه باش يخلي يكون عنده يكون قوي في الدفاع، كيف كيف معناته يعول على سرعة أسامة رميكي في تصعيد الكرة في خطة باهية. ان شاء الله أسامة رميكي معناتها تكون معناتها إضافة بتاعه في البطولة تكون واضحة ان شاء الله. ان شاء الله كيف كيف زاد توا نقطة بركة معناتها فارق توا وقت باش ناخذوا ليكار. هذا الدرمول يدخل، درمول ويسدد وينجح درمول مع الدفاع كيما هكا يلقى الحروف الواحد ضد واحد ويتمكن باش يسجل وتفك الكرة وترجع لفئة المنتخب الجزائري، لكن لمس كرة بالرجل من محمد امين درمول 20 18. تغيير شوف يصير بين الدفاع والهجوم، باش يرجع أسامة رميكي. صالح الغربي رابح الغربي، رابح الغربي اختار انه يبدل طريقة الدفاع رد 1-5، لان فتح معناتها ليزيسباس لأسامة درمول اللي يدخل المراوغة. أسامة درمول أمين درمول يلزمه يكمل. وهذه كرة تضيع وممتاز طارق جلود، الهجوم المعاكس السريع باشا ويسدد وينجح الحارس، لأنه سدد تقريبا سدد في الحارس، معناها ما حاولش أنه يحط الكرة في زاوية من الزوايا وتضيع الفرصة، لكن ترجع تشوف العملية سدد مفتحش. نعاود ونرجع العملية هذه يمكن في التكوين نتاع اللاعب في في في, في الحوايج يتعلمهم هو صغير، عملية فتح اليد وكيفاش باش انه يضيع الحارس، لكن هنا مفتحش يده كما يلزم. شوفوا العملية، شوف ابراهيم، شوف الصعود لهنا، ريتو حتى الفتح اليد باش يلقى معناها اللومبليتود اللازمة باش يحط الكرة في المرمى ما كانش يمكن زرب شوية اللاعب، يعني يقول انه كان يدخل بالكرة للمرمى راهو صحيح، لكن الارتقاء نتاع اللاعب كان في اتجاه الحارس كان ينجم معناتها يمشي لزاوية من الزوايا، زاوية من الزوايا ومن بعد يغير كما عمل. حكينا على أسامة أبو غانم، حتى جاب الله بكري شوية عملية الارتقاء نتاعه ثم عملية الميلين باش غلط الحارس. كورة درمول تعدى في الواحد ضد واحد ثم مس كورة، فما اتصال تختيل لهنا المفروض لأنه اللاعب مدافع إذا زفر الحكم ما عندوش حق يكمل الأكسيون. باشا يحاول يتعدى، باشا في الواحد ضد واحد كمل، باشا كمل، باشا يوصل الجناح التسديد وقوية لكن ضيع. هذا هو اللاعب اللي ما يلزموش يكون في المنتخب الوطني، هو اللاعب الفردي. هو من الافضل الحكم يرفع لك اونتي جو ويزفر ضدك خير منك انك تعطي المنافس الكره كيما هكا يعمل لك كونتر اتاك ويعمل لك هجوم عكس، معناها هذه مفروض انه بن عبد الله كان يتريث، معناها حتى لك الحكم يظفر لك ضدك انه لاعب سلبي افضل انها تنتهي على مستوى الدائره وعلى في مراوغه واحد ضد واحد وتكون معناتها اكثر حظوظ انك تسجلها خير من انك تيرا لاري تسمى. اللاعب الفردي شفنا حتى كيفاش حازم باشا معناتها مشى فرديا حب يهاجم كيف كيف امين درمول كيف كيف التسديده نتاع بن عبد الله، لانه يلزم اكثر لاعب جماعي هذا هو اللي ممكن باش يعطي صوره خير للمنتخب الوطني. ممتاز الصد، ممتاز الصد والهجوم المعاكس لفئه المنتخب الوطني التونسي وجلوز ويسجل. شفت جلوز. شفنا الارتقاء بتاع جلوز كيفاش فتح الزاويه يخلي له حظوظ اكثر انه يسجل. والمنتخب الجزائري يعكس الهجوم بسرعه ويتمكن من التسجيل هدف يذل الفارق 21 19. أفضلية المنتخب التونسي في الشوط الثاني، فما حلول من الناحية الهجومية وقت اللي تحسن الهجوم والحراسة المرمى رجعت كرات تمكننا باش ناخذ الفارق. هذه العملية فنية عالية جدا من طارق جلوز ابن جمعية الحمامات، تكوين في مستوى عالي، مدرسة عريقة. هذه كرة من الجناح التسديد، اللاعب تمكن باش يغالط في القائمة الثانية، غالط أصيل النملي. كرة لفئة المنتخب الوطني التونسي، بن عبد الله يحاول يتعدى يلعب في اتجاه باشا، باشا فما يحاول يمر ويسجل، فما الريشيست تكنيك نتاع الملاعب بدا يولي عنده معناها
معناها حلول بالنسبه للاعب هذا اللي كان يقتصر على التسديد فقط. توا كي نشوفوا باشا كيما هكا يتعدى ويعمل معناها الفانت دو تير ويدخل ويسدد، فما اشياء قاعده تتطور في اللاعب. صحيح حازم باشا اربع اهداف حتى لتوا، اربع اهداف في الشوط الثاني. حازم باشا كيما قلت لك راهو معناتها من السواعد اللي عنده مستقبل كبير ان شاء الله، وان شاء الله نشوفه زاد انه يكون عنده وجهه معناتها في الفرق الكبرى، علاش لا زاد كيما شفنا وائل بالطبيعه كيما شفنا وائل جلوس لاعب يمتاز بنفس الامكانيات بتاع وائل جلوس، ان شاء الله نشوفوه معناتها في فرق كبرى ان شاء الله. رفع اليد للاعلان عن اللعب السلبي ضد الفريق المنتخب الجزائري ايوب عابدي والتسديد من الجناح تنجح رضا عريب. لنا نشوفوا زوز تسديدات اللي قبل تفطنوا اللي وسيل النملي معناتها واحد ضد واحد يهبط يحاول يتصدى اللوطة، نشوفوا الجناحين مع تشات الفوق، لازم اصيل النملي يغير شوية من اللي باراد نتاعو. هذه عملية شوفوا اصيل النملي استنى شوية، وعملية المعصم فيها تكيك برشا، وهذه تسجيل والنتيجة 23-21. منتخبنا قادم حافظ على الفارق زوز اهداف 23-21. 14 دقيقة في الشوط الثاني في المباراة الدولية الودية بالمنتخب التونسي والمنتخب الجزائري في انتظار مباراة الودية الثانية تلعب إن شاء الله يوم الجمعة لهنا في قاعة مزالي الخمسة متاع العشية، باش تكون منقولة على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة اليد. محاولة المرور ممتاز ويسدد وينجح ويضيع مرة الأولى، لكن ينجح بعدها التقاط قوة جسمانية رهيبة لحازم باشا. شوف إبراهيم مش مدوضحين، حازم باشا كل ما ياخذ الكرة أي مدافع ينتظر باش حازم يسدد، بالتالي لهنا وقت اللي يولي عندك الفنيات نتاع الفان دو تير معناها أنك تتعدى، هذا حد من الحلول مراوغة، الفنيات أنك باش تسدد من الثبات معناها ما تسددش أون أبوي، الفنيات أنك باش تعمل باساج دو برا وتتعدى، كلهم هذوما راهم يدخلوا لك في 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 الثراء نتاع الفنيات نتاعك اللي تولي تلقى الحلول لكل مدافع. بالطبيعة مش لازم أنك في كل كرة بتسدد وتستغل أنه كل مدافع يحاول أنه يسكر عليك التسديد، بالتالي تلقى حلول أخرى بالنسبة لي. بالطبيعة ثراء الفنيات هو بزيد حل للمهاجم، المهاجم يولي معناتها عنده الحلول لاي سيتياسيون قدامه. التصدي ممتاز وترجع الكره، لكن يقول فما دخول في المنطقه، الحكم يقول ترجع الكره لفيت المنتخب الجزائري، ولو انه لهنا الحكم لهنا فما دفع كان مهاجم المنتخب الجزائري. تو كان نرجع للعمليه، فما دفع المدافع التونسي ما دخل في المنطقه كان لانه فما دفع. شوفوا العمليه لهنا حاول يرجع، لكن شكون عاقه وما خلاش يرجع؟ هو المهاجم الجزائري، ما خلاش اللاعب يخرج من منطقه 6 امتار، معناها سكر عليه بالتالي اجبره باش يقعد في منطقه 6 امتار. عاود لنا سمير لو سمحت العمليه الاخيره باش نفسروا ونوضحوا العمليه تو ان شاء الله في اول ايقاف للاعب مع هذه العمليه. شوفوا التسديد لهنا، اللاعب الدرميكي يحاول يخرج، منعه المهاجم بالتالي لهنا الخطا المنتخب التونسي ما في شكل. تسجيل المنتخب الجزائري سجل هدف 22-22 غسان التومي تسديد، وفما 9 امتار لفيت المنتخب التونسي. فما زيد ابراهيم العامل البدني يبدو للمنتخب التونسي خير بدنيا المنتخب الجزائري. تو وقت اللي سرعنا اللعب وولات فما اكثر سرعه، المنتخب الجزائري ما نجمش يجري النسق نتاع المنتخب التونسي. يمكن زاد لهنا معناها ثراء الرصيد البشري نتاع المنتخب التونسي، فما ناس لعبت شوط اول شوط ثاني في المقابل. صحيح. تقريبا الرابح الغربي نفس التركيبه قاعد يعول عليه. صحيح. التغييرات على مستوى الدفاع والهجوم اللي قام بها المدرب باتريك كازال خلات اللاعبين تكون عندهم جاهزيه بدنيه خير من المنتخب الجزائري. ان شاء الله حسابيا في العشر دقائق الاخرانيين تظهر الفريشور فيزيك ولا سودو فيزيك على المنتخب الجزائري، وان شاء الله يكون فيه العشر دقائق الاخرانيين تعميق اكثر للفارق. ما لازمناش ننساو زاد الاداء تاع جهاد جاب الله، لانه هو اللي قاعد توا يعمل في الفارق، هو اللي قاعد توصل الكره كل مره في عمليه دوران، يتفوق على زهير نعيم سواء من الجهه اليمين او من الجهه اليسار، وقاعد يسدد وقاعد يعطي في الكره حقها في القائم الثاني، بالتالي متفوق حتى توا على الحارس خليفه الغضبان. هذه كره المنتخب الجزائري تضيع ترجع لفوت المنتخب الوطني التونسي. قلنا الشوط الثاني مدرب اكيد فما ايماج دو مارك حافظ عليها،
فما صوره نتاع منتخب فاز بدوره بولونيا قدام شكون؟ قدام منتخبات كبيره، معناها دوره بولونيا ضد المنتخب البولوني، ضد منتخب كوريا الجنوبيه، المنتخب البرازيلي، معناها منتخبات عندهم تصنيفهم على المستوى العالمي ومدارس مختلفه. بالتالي صحيح مردود كبير المنتخب الوطني في الدوره الوديه الامم الاربعه، مجهود كبير زاد قاعد يقوم به جهاد جبلة، جهاد جبلة على مستوى الدفاع والهجوم، والتمركز نتاعه الخيار نتاع التمركز لهنا تقريبا في الاكستريميتي، هذه تكاد تكون معناتها من سبيسياليتي نتاع جهاد جبلة انه يتمركز ما بين رقم واحد واثنين لانه ويسجل ممتاز، يسجل حازم باشا هذا اللي يفرح. الحلول ولات موجوده في المنتخب، معناها وقت اللي تحب شكون يعمل لك معناها معناها الوضعيه، يحل لك الوضعيه، فما شكون يحل الوضعيه وتلقى حارس كيما هكا المنتخب معناها لاباس. المنتخب الوطني التونسي معناها قلنا تتغير المعطيات في الشوط الثاني، هذا اكدنا عليه. صحيح صحيح. حكينا زاد على تمركز تمركز جهاد جبرة بين في الهجوم بين واحد رقم واحد واثنين. جهاد جاب الله تنجم سبيسياليتي نتاعو حتى من اللي كان في النجم الرياضي الساحلي، هذه تنجم تكون زاد نقطه من نقاط القوه في المنتخب الوطني التونسي. منتخبنا يلقى الحلول مع جهاد جاب الله، يلقى الحلول مع باشا 26 بلال العبدلي. بلال العبدلي يحسن اللعب على الاروقه ويمشي في الواحد ضد واحد وسرعه كبيره ويلقى الحلول ويعمل التفوق، لكن هنا طارق جلوس عمليه فنيه ما حاولش انه يسدد، كان المفروض انه يسدد بقوه لانه تقريبا اللي عمل الحل في الكره هذه هو بلال عبدلي بعمليه التسديد وينجح المنتخب. وهيك قوته بلال عبدلي. بلال عبدلي زاد كان في البطوله الافريقيه كان اعطى اضافه كبيره في السيرتو ضد المنتخب الكونغولي، انه هو معناتها حمل على عاتقه نهاية المباراة. صحيح. ورجعنا في المباراة وقمنا كنا معناتها بالفوز على المنتخب الكونغولي. بلال عبدلي كمنسق لاعب مكان محمد أمين درمول، خيار ثاني في المنتخب الوطني التونسي. بلال عبدلي يلعب الكرة مع باشا. بلال يمشي في الواحد ضد واحد يحاول يدخل بسرعة يسدد وينجح. بلال عبدلي ممتاز ممتاز، هذا حل اخر انه تلعب في الواحد ضد واحد تمشي على ساقيك وتدخل، حل من الحلول معناه الى جانب التسديد من وراء 9 امتار الى جانب اللعب الدائره برشا ثراء، هذا مهم جدا في كل الوضعيات، معناه تلقى الحلول للدفاع في كل الوضعيات. مع تراجع المنتخب الجزائري في الشوط الثاني واضح لانه كما قلنا زيد البشري في المنتخب التونسي افضل برشا، المنتخب الجزائري تقريبا قعد بنفس التركيبه يلعب نوري بن حليمه. شوف بلال العبدلي يدخل معناتها في دقيقه 20 ولا دقيقه 18 من الشوط الثاني. بلال العبدلي توا عنده جاهزيه بدنيه كبيره، قادر توا باش يتفوق عليهم معناتها في الواحد ضد واحد. يمشي بلال في الواحد ضد واحد وتدخل الدفاع في العمليه الاخيره، يتمكن هشام كعباش باش يوقف بلال العبدلي باش ترجع 9 امتار اللي فات المنتخب الوطني التونسي. لاعب وقت اللي يمشي كمنك يتعب برشا الدفاع ويجبر المدافعين باش يوليوا معناها الاولاني والثاني يعمل عليه ستار، بالتالي يصير التفوق العددي وتصير الديكالاج وتكمل كما يلزم كما رناها بكره طارق جلوس خاصه. أيه. مع الجاهزيه البدنيه المدرب رابح الغربي يلعب 5-1 على الساعد الايسر بتاع المنتخب الوطني التونسي وين تفطن نقاط القوه بتاعنا، وهذاك علاش غير ولهنا من الجناح يفتح الزاويه سهله الكره سهله لهنا ما سددش، كان حاول يلعب كره لكن خليفه غضبان واقف معناها تقريبا زوز امتار مع رفع اليد يلقى الحلول. المنتخب التونسي كان متقدم 4 أهداف فارق يصبح متقدم الان 2 أهداف فارق 27-25، 10 دقائق ما زالت المباراه، تبقوا في نفس التركيز في نفس الاداء. زوز اخطاء صاروا من الاجنحه، خطا من الجناح الايمن رينا طارق جلوس بكري شويه كان يجم يسدد معناها ويسجل يضيع، ثم خطا من الجناح الايمن والجناح الايسر ايضا من بكري شويه الكره اللي ضاعت المنتخب الوطني التونسي. بطبيعه اللاعب الاجنحه يقعد ديما معناتها من كرة اليد العصرية، اليوم عندنا أجنحة من أحسن ما فما في البطولة الوطنية. هذا بلال يحاول يتعدى، خلينا نتبعوا العملية، توصل الكرة عصام رزيق اللي دخل مكان طرف جلوز، مازالت الكرة اللي فاتت لاعب سلبي، لاعب سلبي ردوا بالنا، يلزم التسديد يلزم التسديد، يلزم بلال يدخل، لازم فما مرور دخول في المنطقة، فما دخول في المنطقة، ترجع الكرة اللي فاتت المنتخب الوطني الجزائري.
او مرور بقوه، معلش العمل الاخير شنو بالضبط اشار، يبدو لي مرور بقوه كانت الاشاره 27 25. هل معناه المهم فئه الوقت نتاع الوقت اللي نطيح شويه في المستوى، لازمناش نقبلوا الاهداف معناها بسرعه، على الاقل كي تطيح المستوى نتاعك ما تسجل من ناحيه الهجوميه، تاخذ في الدفاع، تقلق المنافس باش ما يسجلكش بسرعه زاده باش ترجع تركي بيري وترجع في المباراه. لاحظوا دخول زاد سلام جبالي على مستوى الدفاع، ظهر صد ممتاز من رميكي، ممتاز رجع كوره رميكي، كونتر جيد جدا، كره لغريب تمشي تدور الكره، ايوب عبدي، زهير نعيم، نوري بن حليمه، اللاعب هشام داوود مجددا لبن حليمه، يحاول يوصل لاعب الدائره، ياخذها لاعب الدائره، يضيع 9 امتار، او يقول الحكم يقول 7 امتار، تبع العمليه اقصاء دقيقتين لاسامه رميكي، اقصاء دقيقتين اسامه رميكي، هذه العمليه كره للاعب، ثم المتابعة. نقول ما تطلبش دقيقتين، أنا حسب ما ريت ما لا تتطلب دقيقتين، ما فهمناش علاش دقيقتين في الأمر الخير، لأنه حتى اللاعب اللي كان مسك من لونه بعد سيبه وقت اللاعب ولا أون بوسيون لابال معناها ماسك الكرة. تقدير الحكم كما قلت لك، أنا يظهر لي تقديره ما كانش في مكانه على الأقل في الكرة هذه. الحكم سغاست ناتخ ما كما ينجم يسيب كما ينجم يخطئ، هذا ما يمنعش أنهم هما من خيرة الحكام اللي عندنا. هشام هذا تسديد ويرجح مجدد رضا غريب، افضل هداف في المنتخب الجزائري حتى الان، 8 اهداف، يبدو لي هو والبوغانمي افضل مسجلين حتى التوا هو في المنتخب الجزائري، والبوغانمي 6 اهداف في المنتخب الوطني التونسي. حازم باشا قريب برشا لانه مسجل 5 اهداف حتى الان. تغيير حارس المرمى، يلزم المنتخب الوطني التونسي ياخذ وقته في الهجمه هذه بدون حارس مرمى نلعبوا، لانه عندنا اقصاء لمده دقيقتين، عمليه التقاطعات بتوصل للعبدلي في الواحد ضد واحد، نجم يتعدى لكن ما كملش الكره، حازم باشا عبدلي مجددا في الواحد ضد واحد يحاول يتعدى، تضيع الكره، المرمى شاغر، المرمى شاغر، التسديد المباشر وفي المرمى. هذه هي التايمينغ بتاع الخروج، انك هذا هو سلاح ذو حدين. لا هو لهنا ابراهيم في العمل الاخيره معناها كان الخطا من الناحيه الهجوميه، عمليه التقطعات والكره تكيله قويه معناها بتضيعها الكره يلزمها تدخل تمشي كان في دين اللاعب وقت مستقطع باتريك كازال، يبدو لي لانه وقفنا في الهدف 27 معناها 27 23، يظهر لي او 27 24، من وقتها معناها المنتخب العداد وقف بالنسبه للمنتخب التونسي، المنتخب الجزائري رجع في المباراه. وضعية كما هذه ابراهيم 7 دقائق مازالوا 27 27، انت منقوص عددين، شو نجم توصيات نتاع باتريك كازال معناها باش يحاول انه يرجع في اللقاء؟ اهم حاجه توا ان الهجمه هذه ياخذوا وقت، ناخذوا وقت في الهجمه هذه، بطبيعة 52 ثانيه تنجم تسيري كورتك لو ماكسيموم حتى لين يدخل الحارس، كيف باش يحاول يكون اللاعب، توا ناكد لك انه اللاعب باش يكون معناتها في واحد ضد واحد باش اكثر بروفوندور احنا نقولوا، اكثر بورسنتاج باش انك توصل تمركي. بطبيعه زاد لازم المنتخب الوطني التونسي معناتها ما يقومش بالاخطاء الفنيه هذه، خطا فني وانت مع معناتها تقوم في اقليه عدديه يكلف لك هدف مباشر. ان شاء الله ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي توا يتمكن من تسجيل الهجمه هذه، وان شاء الله نتمكنوا من الرجوع للدفاع واحنا زايد واحد. تعادل 27 27 في توقيت 23 دقيقه لعب في الشوط الثاني، والامتلاك لفريق المنتخب الوطني التونسي، امتلاك المنتخب الوطني التونسي، بلال عبدلي واصل يلعب الان كظهير ايسر، ثم بصير تقاطعات شد خروه كما نسق لاعب، حازم باشا مع اسلام الجبالي، بلال عبدلي يحاول يتعدى، بلال عبدلي، حازم باشا يتعدى يفتح الزاويه ويسدد في القائم الاول وينجح، ممتاز ممتاز، يلزم الرجوع للدفاع، العوده الدفاعيه، لكن الحمد لله الحارس الجزائري اخطا في ارجاع الكره بسرعه، بالتالي تضيع ويرجع الدفاع لتمركز الدفاع التونسي، الكره كانت في اتجاه هشام كعباش ضيعها. 28 27، المنتخب الجزائري باش يحاول انه يهاجم قبل ما يرجع اللاعب، مازالوا 7 ثواني 6 ثواني الان،
يحاول يوصل الكرة للجناح، يلقى الحل بيسدد في الجناح وينجح. ينجح المنتخب الجزائري. خبرة لاعبين زاد المنتخب الجزائري انهم كانوا متفطنين الأقلية العددية. هذه تدل زاد على قيمة لاعبين انهم ياخذوا شواء معناتها في التحكم في النسق نتاع المباراة. المنتخب الجزائري كما قلنا من المنتخبات الكبرى على الإفريقية. على إشارة المنتخب الجزائري اليوم منقوص من مسعود بركوس اللي هو أفضل ظهير تقريبا على الساحة، وبالتالي بسبب الإصابة بركوس اليوم ما يشاركش. حتى البارح ما دربش، ويسجل بوغاني أو يسجل بوغاني بالفعل، يسجل بوغاني اللي دخل مكان غسان التومي وقت مستقطع يطلبوا المدرب رابح الغربي 29-28. قلت الجزائر صحيح منقوصة من بركوس، لكن ينجم يكون بركوس زاد عائق قدام المنتخب الجزائري، لأنه المنتخب الجزائري وقت يلعب بركوس التركيز الكل يولي عليه هو، وبركوس يسجل أهداف لكنه يضيع برشا أهداف زاد في المقابل إبراهيم، معناها بالتالي معناها يسدد ويضيع وتصديات الحراس، بالتالي راهو ينجم كما ينجم عنصر إفادة للمنتخب الجزائري كما ينجم يضر المنتخب الجزائري، بالتالي غيابه صحيح يأثر لكن أهمية لاعبين الخبرة أنهم يكونوا في لي مومون فور في لي مومون ديسيزيف، قادرين معناتها انهم ذهنيا يكونوا معناتها يحملوا على عاتقهم مسؤوليه انه باش يكون ديسيزيف في كوره، معناتها من شأنها ان تمكن المنتخب الجزائري باش يتفوق ويفوز بالمباراه. اكيد مسعود بركوس يقعد ديما معناتها من اللاعبين الممتازين على مستوى سعد الايسر. ترجع الكره اللي فات المنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري اللي اخر مباراه كنت لعبها ضد المنتخب المصري في دوره رومانيا كان هزم 38-27، عمل 8 نقاط فارق هزيمه ضد المنتخب الروماني 33-25، وكان زاد فاز على المنتخب السلوفاكي 33 انهزم ايضا في المباراه الاخيره نتاعو، بالتالي المنتخب الجزائري كان كمل الاخر في المجموعه نتاعو. لكن يبقى ديما الدربيات هذوما راهم ما فيهمش معناها، فيهم ديما ريفاليتي وفيهم ديما تنافس كبير برشا بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري. كره فاتت المنتخب الجزائري محاوله مرور توصل لهشام داوود يفتح الزاويه ويسدد وينجح. التعادل 29-29، خمسه دقائق مازالوا على نهايه المباراه، والكره ترجع لفات المنتخب التونسي. بن عبد الله زاد فما ملاحظه ابراهيم اليوم معناها الجهه اليمنى لهجوم المنتخب اللي هم فيهم السواعد اللي يلعبوا باليد اليسرى ما ريناش حاجه تذكر بصراحه، معناها بن عبد الله الشوط الاول حاول لكن ضيع، ماوى نفس الشيء الشوط الثاني تقريبا تركيز كان برشا على الجهه اليسرى لهجوم المنتخب التونسي. صحيح كلامك، وممكن زاد العكس كونه على المنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري كان يغير في اللعب نتاعو من المراكز الكل. نشوفوا اللي المنتخب الجزائري نوع لعبه، والمنتخب الجزائري توا دفاعيا يصعب عليك معناتها كيفاش تتصدى الدفاع الهجوم من المنتخب الجزائري، منتخب هجوميا متنوع على غرار المنتخب التونسي اللي تفطن المدرب رابح الغربي. انها قوه المنتخب التونسي تنجم تكون معناتها من الجهه اليمنى. ترجع الكرة تزيد وترجع لفات المنتخب التونسي، ترجع المنتخب التونسي، علاش ما صعدناش الكرة بسرعة مش قاعدين نستناو، تمشي لفات المنتخب التونسي، محاولة المرور وتدخل فما الحكم يرجع إصابة اللاعب الجزائري. تو نرجعوا بالصورة، اللاعب الجزائري دولي اللي تعرض للإصابة في الكرة الأخيرة عبد القادر الرحيم في نقاش مع حكم المباراة. ثلاثة هجمات من غير ما يلعب، لأنه ما فيش لا إقصاء ولا حتى شيء، بالتالي اللاعب هذا باش يكون ممنوع من الدخول. ثلاثة هجمات متتالية وبعدها يرجع، هذه قوانين جديدة معناها اللي يمكن مقاومة السيمولاسيون والتمويه على الحكام. صحيح، خاطر تنجم تموع على الحكم وتمنع معناتها فريق المنافس من أنه يصعب الكرة. دونك تغييرات القوانين ديما قوانين تعليها شاف تمشي في استمرارية اللعب وجمالية اللعب أكثر أهداف هجومية. ترجع كرة فات المنتخب الوطني التونسي 30-29، فرصة باش ياخذ أهداف فارق منتخبنا الوطني. حازم باشا
يلعب الكره مع بلال العبدلي، يمشي بلال العبدلي في الرواق يحاول يتعدى، وفما ما شافش قدوم عصام رزيق من الجناح، ما شافش الديبار انطلاقه عصام رزيق من الجناح. الخطه الاولى باش حسب باش يطبقها المنتخب الوطني التونسي، ويمشي تسدد وينجح. ممتاز حازم باشا، ممتاز حازم باشا، كره ديسيزيف خليك مرتاح نوعا ما، معناتها زايد نقطين باقي قعدنا. العملية تبع، شوف العملية، رغم انه معناها مشى للجهة اليمنى، لكن مع ذلك عمل كروازي سدد كرة في القائمة الثانية وتمكن باش يسجل الهدف 31، وهدف اعطى للمنتخب التونسي فارق زوز اهداف قبل دقيقتين و30 ثانية من نهاية المباراة، مباراة دولية ودية بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري في قاعة مزالي بالمونستير. دور كرة في المنتخب الجزائري، ايوب عابدي في اتجاه بن حليمة، تسديد ولهنا تصدي، تصدي ممتاز. احيانا حارس يعمل لك تصدي في وقت كيما هكا يقلب لك مباراة او يجيب لك مباراة او يربحك مباراة، وهذا معناها قيمة الحراس. معناها كرة كيما هكا اعطيك نفس متقدم اهداف فارقة، وكرة عملية في القائمة الثانية، تصدي ممتاز من اصيل النملي، حارس عملاق، حارس ممتاز. ذكرني مباراة نهائي ضد الاهلي كيفاش في مدة خمسة دقائق اصيل النملي مع الترجي الرياضي التونسي ما قبلش اهداف مع ضد الزمالك. ترجع الكره لفت المنتخب الوطني التونسي، محاوله المرور، مشي بالكره من بن عبد الله، مشي بالكره من انور بن عبد الله، ويبدو لي فما بلوكاج من تو. نرجعوا للعمليه، مش حاب نثبت فقط الحكام علاش زفروا الكره، فما مشي بالكره. ترجع الكره للمنتخب الجزائري قبل دقيقه و20 ثانيه، مهم جدا ما تقبلش الهدف هذا، مهم جدا انك الدفاع تقعد مركز، تقعد في نفس المستوى ونفس في اعلى درجات واقصى درجات التركيز، لكن تسديد، تسديد من بعيد، ما فما صد وما فماش الحارس في الكره هذه. الصد كان بعيد والحارس كان يستنى في الصد باش يرجع الكره. ايوب عبدي قيمه ثابته في المنتخب الجزائري، اصابته في الكاس الافريقيه الاخرانيه معناتها ممكن ساهمت في تراجع المردود بتاع المنتخب الجزائري. نشوفوه اليوم كيفاش معناتها قدم مردود كبير ضد المنتخب التونسي. رجوع المنتخب الجزائري اكيد باش يعطي اضافه كبيره. وقت مستقطع، باتريك كازال شنو نجم يغير؟ اكيد توا باش يحاول ياسوري لو ماكسيموم، معناتها انه يعطي التوجيهات باش ما يخليش حاجات معناتها لاوازار. توا اكيد زاد باش يحاول يطول في الهجمه لو ماكسيموم باش ياسوري انه توفى الهجمه، هو زايد واحد علاش لا زايد اثنين، لان رابح الغربي نتصور انه باش يقوم بتغيير الهجوم، ما يخليش معناتها نفس باش يقوم بتغيير الدفاع، مش يخلي نفس الصوره الدفاعيه اللي باش يحضر لها باتريك كازال. نشوفوا شنو باش تكون قرارات المدربين. استئناف اللعب بعد الوقت المستقطع لإخذاء المدرب التونسي، المدرب المنتخب الوطني التونسي الفرنسي باتريك كازال، مساعده وسام حمام. امتلاك الهجومي للمنتخب التونسي، سجل هدف هذا. شوفوا توجيهات المدرب رابح الغربي يطلب من اللاعبين انهم يسكروا الاروقه، ممكن يسيبوا اللاعب على الاجنحه لانه يعمل على جاهزيه خليفه غضبان. هذه كره فاتت المنتخب الوطني التونسي، لازم الكره تمشي حتى لو كان ما سجلناش، تقعد حتى الاخر الكره تدور، معناها دور الكره اللي فاتت المنتخب الوطني التونسي. باشا في اتجاه توصل لبن عبد الله، يسدد وينجح بن عبد الله، ممتاز في الوقت المهم، نسجلوا هدف مهم جدا. هدف 32-30، رغم انه الزاويه تقريبا كانت مغلقه قدامه، لكن اخذ المسؤوليه وسدد ونجح. 32-30 ثواني على نهايه المباراه، منتخبنا اكيد باش يفوز باللقاء، لكن هنا الكره الاخيره شنو نجم يعمل المنتخب الجزائري. تمشي التسديد وسهله ترجع وتمشي رمية سبعة امتار، واقصاء لمده دقيقتين لحازم باشا، اقصاء دقيقتين لحازم باشا، 5 ثواني على نهايه المباراه.
ان شاء الله يكمل اصيل النملي معناها كما يلزم اللقاء بتصدي لرميه سبع امتع وهي الاخيره. واللاعب هذا عمل نسبه نجاح 100%، او زملائي في الاحصائيات يقول لي 100% نسبه نجاح، ويسدد البرة داسيل وقف له على الخط النهائي، يسدد البرة اول مره يضيع في اخر المباراه نهايه المباراه 32-30 لفايت المنتخب الوطني التونسي امام المنتخب الجزائري. اختبار باهي برشا ابراهيم لاخ، باهي انك تعدي مباراة تكون فيها معناتها منافسة لنا تنجم. شكرا ليك، يعطيكم الصحة، شكرا جزيلا للناس الكل، ان شاء الله نتقابلوا في موعد رياضي قادمة. مبروك.